قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها، بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها. بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا، وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، عليه الصلاة والسلام. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم، رواه البخاري ومسلم. ما أكثر المظلومين في زماننا. قد يرى الناس شخصاً يمارس ظلمه على المستضعفين أمامهم، ولكن لا يتحرك أحد لنصرتهم ولو بأبسط السبل، ولذلك تضيع الكثير من الحقوق. ماذا تعني بأبسط السبل يا أبي؟ النصرة باللسان، أو النصح والتوجيه، أو كف الأذى. لقد أخطأت. أنت مسرعا. لكن هذا لا يصح. أنت كنت مسرعا. لقد أخطأت. لم أخطئ أنا. لقد أخطأ. أنت المخطئ. أنت المخطئ لأنك تسير بسرعة قوية وعلى مسافة قريبة من سيارتي، وتضرب بقواعد المرور عرض الحائط. أعلم أني مخطئ، ولكني متعجل لأمر مهم. هيا افسح لي الطريق. انتظر لحظة من فضلك. ما الأمر؟ لن تتحرك من مكانك حتى يأخذ كل ذي حق حقه. وما شأنك أنت؟ لن أرى شخصا يتعرض للظلم وأقف مكتوف اليدين. اهتم بشؤونك الخاصة فقط، ولا تتدخل في شؤون غيرك. أين الولد الذي اتصل بنا؟ أنا يا سيدي، فقد طلب والدي أن أتصل بكم لنصرة الرجل المظلوم. أعطني إثباتك. نشكرك على حسن تصرفك يا بني. هذا واجب وطني في الإبلاغ عن الحوادث والمخالفات النظامية. أحسنت يا فواز.